طيب ترتيل الكنائس الموجودة حاليا في مصر، هل هي فعلا أقرب ما يكون إلى اللغة المصرية القديمة ولا الديموطيقية؟ من ناحية اللحن ولا من ناحية الكلام؟ الاثنين. من ناحية الكلام هي لغة مصرية قديمة بنسبة 75%. 75%؟ 75% ويوناني بنسبة 25%. من ناحية الألحان، الألحان خليط، في ألحان بيزنطية، ألحان يونانية، بس كمان في لحن بيرتل بس يوم الجمعة العظيمة قبل عيد القيامة. ده لحن الجلجثة، ده معروف إنه لحن مصري قديم من ألحان النواح بتاعت أوزوريس، يعني لحن جنائزي يوميها بيتقال.